السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنود الأشعرية نشروا فيديو، هذا هو. وتعالى لتمت مرارا بالتفريق بين كون الله سبحانه وتعالى متكلما وبين كونه يتكلم صفة أنه يتكلم. نعم، أنت لا تعلم أنواع الإضافات، هل درست لغة عربية؟ هل درست النحو؟ طيب أنا أسألك، جاوبني. كلام الله المضاف إلى الله، هل هي إضافة صفة لموصوف أم ليست إضافة صفة لموصوف؟ الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى ليس إضافة صفة. لا، ليست إضافة صفة لموصوف. لا، انتهت المناظرة. طيب الآن، هذا الكلام الذي نشروه، ما مصدره؟ ما سياقه؟ ما أوله؟ ما آخره؟ هل هو مقتطع؟ هل في كلام ضمن هذا قد أزيل؟ متى كان؟ ماذا أجبته لما قال هذا الكلام؟ كل ذلك لم ينشروه. ذلك كان قبل يمكن ما أدري كم سنة، كان في مناظرة بيني وبين واحد أشعري، فكان يريد أن يشغب في مسألة هي إضافة صفة إلى موصوف والصفة لا تنفك عن الموصوف، ما شابه ذلك، سأذكرها لكم بعد قليل. فكنت أقول له هي إضافة كلام إلى المتكلم، كيف سيجيب على ذلك؟ طيب، شيء آخر يا إخوة، هذه المناظرة كانت قبل 8 سنوات، يعني قبل ما يتعلم كثير من هؤلاء الوضوء والصلاة. لنفترض أني قبل 8 سنوات كنت على مذهب أئمتهم النووي والعز بن عبد السلام والجويني وغيرهم، لنفترض ذلك، وأعوذ بالله، هي أساساً أنا كنت أناظر الجهمي ليثبت له أن كلام الله غير مخلوق، فينسب لي عكس ما أقول. مهم، لنفترض أني كنت على مذهب أئمتكم، لماذا تنشره الآن؟ والآن كلامي معروف وواضح نطقاً وكتابة لساناً وقلم، ماذا؟ يعني منين ما تجيبها تجد أنها خسة ولعب وتفاهة ووقوف مع الأشعرية ضد أهل السنة وإعانة للأشعرية على أهل السنة. من وين ما جبتها؟ يعني بأي حساب حاولت أن تحسبها تجد أنها لا تعدو كونها خسة وقلة احترام وقلة شرف في الخصومة، إلا إذا كان يعني هم فعليا أشعرية ويزعمون أنهم من أهل السنة لكي يخادعوا الناس ولكي يجذبوا حولهم جماعة من المغرر بهم، هذا قد يكون. يعني الحسابات وهمية، ما أدري يعني حقيقتهم ما أعرفها، لا معروفين لا شكلا لا نسبا لا شيء، غير معروف عنهم أي شيء. فإذا كانوا أشعرية فقد يكون بالنسبة لهم الحرب خدعة وكذا، وخلينا يلا نضحك على هؤلاء الوهابية ونلبسهم بعض ونرتاح نحن، قد يكون هذا، ما أدري، الله أعلم. أما مسألة هذا اللي ناشرها طبعا جندي من جنود الأشعرية، الله المستعان. طبعا الباطل ليس فقط الأشعرية صاروا ينشرونه لنصرة مذهبهم، صار من ينتسب إلى المدجنة يعني ينشرون الباطل يعينون الأشعرية عليه. والمدجنة لو كان عندهم قليل من الشرف في الخصومة لوقفوا مع أخيهم ضد الأشعرية على الأقل، لو كانوا يعني هم فعليا ضد الأشعرية لوقفوا مع أخيهم الذي يرد على الأشعرية. على العموم لا نريد منهم أن يقفوا معنا ولا شيء، لكن فقط نريد منهم أن لا يكذبوا علينا. هذا كتابي اسمه مناظرة القائلين بخرق القرآن. بداية علينا أن نعرف ما قول الأشعرية الذي كان يحاول هذا الأشعري أن يشغب به. هنا صفحة 16 قلت مذهب الأشعري ومن وافقه أنه، طبعا أنا كنت أنقل مقرا، مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة أزلية ليست بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عنده ليس هو الأمر والنهي والخبر بل تلك صفات لهذا المعنى الواحد والمعنى. ويقول الباقلاني الأشعري، هنا أيضا هذا نقلته في نفس الكتاب 292 في الحاشية، كلام الله تعالى عنده هو صفة من صفات ذاته. كلام الله بالنسبة للأشعرية كالحياة، هي صفة ذاتية بالنسبة لهم. فهذا الموضوع الذي كان يحاول أن يشغب به ذلك الأشعري، ويحاول أن يأتي أنه أنت في اللغة العربية إذا قلت إضافة صفة إلى موصوف إذن ستقصد، سيكون هذا المعنى حتما. فقلت له ليس إضافة صفة إلى موصوف، وإنما إضافة كلام إلى متكلم. هكذا كنت، تعرف في سياق المناظرات طبعا الواحد قد يستزل خصمه في مسألة أو شيء من هذا القبيل. طيب انظر ماذا قلت في كتابي، هذا كتابي صفحة 20،
مذهب أتباع الرسل، أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عنهم، يعني عن الرسل، أثبتوا لله صفته الكلام. هذا موضع كنت أنقل فيه مقرا معلما. أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له سائر الصفات، ومحال قيام هذه الصفة بنفسها. طيب، هذا موضع. موضع آخر هنا في الصفحة 61، ثم ذكر جل اسمه كلامه كما ذكر نفسه، ودل عليه بمثل ما دل على نفسه، ليعلم الخلق أنه من ذاته، وأنه صفة من صفاته، وأنه صفة من صفاته. هذا أيضا موضع أنا أنقله معلما مقرا. الآن هذا الموضع أرد فيه على الشبهة التي يتكلم فيها الأشعرية. طبعا الأشعرية في هذه المناظرة زوروا وقصقصوا وعملوا، وأنا ما عندي النسخة الأصلية، والآن مدجنة. يعني سبحان الله، وقوفهم مع الأشعرية تجد أنهم فعلا يناصرونهم. يعني اليوم تعرف مثلا في حرب في منطقة معينة، لا أريد ذكرها مشان اليوتيوب، إذا عنده مشكلة مع هذه الفئة يروح يوقف مع من؟ مع العدوان، مع الكيان، مع يوقف معهم. هل هذا يقبله أي إنسان عاقل، أي إنسان عنده شرف؟ لا والله. لكن شوف هنا في الصفحة 239، هل صفة الله حلت في المخلوق؟ الآن هذا جواب الشبهة التي كان يحاول الأشعري أن يدخل إليها ليناقش فيها ويترك الكلام عن أصل المسألة، هل هو كلام أم لا. وأنا كنت أحاول قطع الطريق عليه بأن أقول له هو نسبة صفة، هو إضافة صفة إلى موصوف، عفوا هو إضافة كلام إلى متكلم، هكذا. طيب، الشيخ بكر أبو زيد قال في حاشيتي تعليقي على عبد العزيز بن يحيى، قال لا تؤخذ عقيدة الإنسان من المناظرات. وكذلك قال، طبعا قد تؤخذ وقد لا يعني ليس بالضرورة أن تؤخذ عقيدته من المناظرات، لأنه قد يتنزل أحيانا، أو قد يأتي بشيء معين لينظر ماذا يقول الخصم فيرد هو على الخصم مثلا. وكذلك قالها أبو إسحاق الحويني، شهودك الآن آتي. المهم هنا، هل صفة الله حلت في المخلوق؟ قالت الجهمية لأتباع الأنبياء، أنتم تقولون إن القرآن صفة، وإن صفات الله غير مخلوقة، فإن قلتم إن هذا الذي نتلوه هو كلام الله فقد قلتم بالحلول، وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية، وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. يعني قلتم، يعني إذا قلتم إن كلام الله صفة لله، شوف هذا نفس على الفكرة اللي كان يحاول يطرحها الأشعري، إذا كنتم تقولون القرآن صفة لله فإذا صفة الله حلت في المصاحف، حلت في الصدور، وإذا قلتم لا هي ليست صفة لله، إذا قلتم بمقالتنا قلتم بخلق القرآن، كما قال هذا المدجن أن معنى هذا عند ابن شمس الدين أن كلام الله مخلوق، يعني هو ينسب لي القول بخلق القرآن كما تفعل الأشعرية هنا. في هذا الذي أجبتهم عليه في الكتاب الذي بين أيديكم. طيب، فقلت الجواب اختصارا لما سنبرهن عليه أن الخلاف بيننا وبينكم في ثلاثة أصول. الأول، هل الله يتكلم ويقول وله صوت؟ فأنتم تنفون ونحن نثبت أن الله يتكلم ويقول وله صوت. الثاني، في منشأ هذا الكلام، فنحن نقول هو قول الله، منشأ الكلام اللي هو القرآن، نحن نقول هو قول الله وتكلم به، وأنتم تقولون خلقه في اللوح المحفوظ أو في جبريل. الثالث، ماذا نسمي ما نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفنا؟ فأنتم تقولون كلام الله كلام خلقه الله، وتقولون يجوز أن نسميه كلام الله على سبيل المجاز لا على الحقيقة، ونحن نقول هو كلام الله حقيقة. وهذا الثالث هو ما لبستم به في السؤال. بعدين هذا التفصيل في الشبهة، بعدين ذكرت شبهة أخرى، شبهة للجويني أيضا متعلقة بهذه المسألة، وشبهة ثالثة للعز بن عبد السلام الذي يدعو عليكم يا مدجنة، إن كنتم في حقيقتكم تعتقدون معتقد أهل السنة وكذا، إن كنتم كذلك فهو يقول والعجب ممن يقول القرآن مركب من حرف وصوت. ثم ذكر شبهة أجبت عليها ويقول فلا كثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء، هذا يقصدكم ويقصد مشايخكم، هذا إمامكم، رددنا عليه وعلى شبهته بحمد الله.
فهذه يا إخوة، هذه المسائل يا إخواننا، أنا قلت مرارا أي مقطع ينشر لي يذكر في أي فيديو حتى يرجع إلى الأصل ويسمع الأصل كاملا. أما تأخذ بمقتطف لا تعرف أوله ولا آخره، ولا تعرف نصفه، ولا تعرف هو مقصقص أم غير مقصقص، ولا تعرف موضوعه، ولا تعرف مراد المتكلم من الكلمة هذه، وينشرونه بغرض الإيذاء، وينسبون لي القول بخلق القرآن الذي أنا صنفت كتابا وعملت دروسا في الرد على القائلين بخلق القرآن، في نقض شبهاتهم. هذا كله نقض في الشبهات، جئت من كلام الأئمة في مناظراتهم ورددت أنا من يعني في آخره على شبهاتهم. يعني سبحان الله، الفجور في الكذب، ليس كذب عادي، لا، فجور، يعني كذب صريح، كذب متعمد، اتهام. ما أدري سبحان الله، هؤلاء ماذا يريدون؟ ما أدري حقيقة. ينصرون الأشعرية بهذه الطرق، بحسابات وهمية، حسابات أسماء ما تعرف ما هي، ما تعرف من أصحابها، ما تعرف ماذا وراءهم. ينصرون الجهمية ويقول لك أنا من أهل السنة، ينصرون الجهمية ويقول لك أنا من يعني وهابي يعني أساس، ينصرون الجهمية ويقول لك أنا مع ابن تيمية. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.